عليكم حبايب المتابعين. طبعا مبارك الوالد اشترى فرن 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 فرن، مبروك مبروك مبروك. انزين، وامانة قلت خلني افحصها. طبعا شديت الاماكن هذه زين، شديتها نشوف له طريقة هذا زين، شديت هذه الأماكن زين، أيضا شيء كنيد في غاز تسريب، في غاز تسريب ما في غاز تسريب زين، أوكي زين. طبعا هم سووا الفلير أصحاب المطعم، ما في طالعوا شوفوا شاهدوا هني، شوفوا في تسريب هنا زين، شوفوا هنا بعد في تسريب زين. هو سوى الفلير صراحة راعي المطعم، زين أساس تعرفون يعني إن أحيانا شوفوا هاي زين، هني في تسريب، الفلير سيء أمانة، الفلير سيء زين. راح أعيد صراحة عمل الفلير زين أبوي، أعيد عمل الفلير هذا زين، هني يبند الهواء، ولكن لا زال يعني التسريب اوكي. يعني الواحد يجب ان ينتبه لهذه الامور صراحة. شوفوا زين، شوفوا زين، هني ما في تسريب، فلير جيد اوكي، هني ايضا فلير جيد ما في تسريب، فلير جيد، لكن هنا في تسريب. انتبهوا لهذه الامور صراحة، يصير عندك تسريب من الفلير زين. يلا حبايبي، هذا الاثنين راح اعيد الفلير مالهم صراحة اوكي زين ابوي. يلا، طبعا سبب التسريب صراحة من الفلير السيء زين، فلير سيء، راح نعيد صراحة الفلير. المشكلة الواحد يوم يعتمد على الناس زين، هذا طبعا عملت له جلو صراحة، لكن ما تأكدت من الفلير ماله، يعني شفت الفلير ضابط قلت خلاص، قلت مضبوط زين. لكن الحين راح نعيد الفلير صراحة. فلير سيء زين، ما اعتقد ان الشد في مشكلة، لان الشد كان ولا حتى راح نشده صراحة بالماكينة، لكن قبل الشد امانة راح اعيد الفلير، اعيد تصليح الفلير. هذه العدة راح نقص الفلير هذا زين، فقط الرأس من هنا راح نقصه. طبعا هذه الفتحة سبق ان تكلمت عنها، راح تدخل بالفلير، راح تقص فقط الفلير زين، راح تقص لك فقط الفلير زين، على اساس انه
ما تأكل صراحة من ماسورة، إن شاء الله يعني إن شاء الله تقصه، لأن الماسورة أصلا نوعية نحيفة. لا تستعجل بالقص في هذه الأمور. زين تلاحظون، فقط قصينا رأس الفليغ. زين، والحين راح نعيد صراحة عمل الفليغ. أهم شيء بالفليغ مثل ما قلت إنه ما يكون فيه مانتن برادة. زين، راح نستخدم العدة هذه الأمريكية. زين، إن شاء الله راح نستطيع أن ندخل الماسورة ندخل المنشورة ضربت في الحديدة. الحين راح سكرها. زين، طبعا هذه يجب أن يقفل بالكامل، بعدين نروح للخط هذا ونحط مانع. نفتحها نطلع الرأس. تلاحظون حالات الفليغ هذا. هذا راح نجربه. نشد من هنا. زين زين، وراح نحط ايضا جلو. زين، مشكلة هذا الجلو صراحة انه ينشف بسرعة، يعني يجب ان تكون سريع. وبعدين تحطه في المسنن الثاني بهالشكل وليس في الاول. زين زين، وبعدين تركبه على طول. طبعا عندنا كان في جلو سابق، يعني كذا مستوي جلو.
زين الحين راح امسك هني ايضا تشد عليه صراحة. المشكلة هذا مع الهواء ينشر بسرعة. بسم الله بس خلاص يكفي. زين طبعا تأكد انه ما في اي برادة. لو هذا مشكلته انه يجف بسرعة ولكنه جيد. زين في المسننات صراحة رقم 2 ورقم 3. الحين صراحة راح نجرب رقم 1 2 رقم 2 ورقم 3 نشوف هل واحد رقم 2 رقم 3 صراحة. زين نشوف من خلف هذه المنطقة الخلفية. بسم الله يلا. ما في اي تسريب. زين طبعا هذه شوله مفتوحه. زين لاحظوا ما في اي تسريب نفس اول. الحمد لله شوله مفتوحه. زين امورنا طيبه. زين تاكدوا والله احفظكم من هذه الامور. هذه الامور مهمه جدا البعض يهملها. وكالله غفور رحيم لاجل سلامتكم. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة ومنتهى إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى متعلمة معجبة. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك بدال الإعجاب وأيضا نشر حباكم. نشوفكم على خير إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.